من انتظر 30 عاما سينتظر الساعات الأخيرة شوقا يتقلب على لهيب الجمر إلى حين وصول الأسير المحرر، ولن ينطفئ. فعام انتهى وحل آخر عبر سنين جففت دمعة هذه الأم. والله كلنا ناري خال تعيط وحياة القرآن، هسه رحت معاك والله قلبي مبسوط. عيط اللي ما شفته يعني زمان. والله زمان ما شفته. حياة أبويا توفى ما حضره ما شافه ما حضر جنازته، حياة أخويا توفى ما حضر جنازته، حياة جوزي توفى ما حضر جنازته ولا أيه بس يسمع. نتمنى لكل أسير، لكل أم أسير إنها تشوف ابنها ببيتها، تشوف ابنها بحضنها، هذا اللي نتمناه. وعلى الأكتاف يحمل القادم من غياهب السجن سمير السرساوي الذي يعبق برائحة حرية أخرى، هي حرية أكثر من 6000 أسير وأسيرة بينهم 27 اعتقلوا قبل أوسلو لا يزالون هناك. تضحية تستحق الرؤية، هاي الناس كلها فرحانة، هذول الناس اللي ناضلوا معي ما كنتش بطل، هم الأبطال، هم اللي كانوا ورائي، هم الصمود تبعي كانوا داخل السجن، لو ما هم صمدوا أنا ما صمدت الحمد لله. رسائل الأسرى جميعا بخير الحمد لله، ما بدهم إلا إن شاء الله الشعب الفلسطيني يتوحد، الأمة العربية تتوحد إن شاء الله، وإن شاء الله على هذا الطريق همت الجميع إن شاء الله. السرساوي اسم لمع في كوكبة الأسرى، فهو من أولئك الذين قضوا العمر في الزنازين وتجاوزتهم صفقات التبادل كلها. دين بإلقاء قنبلة وجرح إسرائيليين في حيفا عام 88 وهو الآن حر. تفرح فلسطين اليوم بتحرر أحد جنرالات الصبر من سجون القهر الإسرائيلية، ولا تنسى أسماء المناضلين من قدام الأسرى الفلسطينيين الذين يستحقونهم أيضا تنشق الحرية. هناء محاميد من بلدة إبطن شرق حيفا، الميادين.